تشاهدي او شيء شيء تسألني تقولي ايش رايك ماي في هنا الكنتري كممثله. كممثله سبق وقلت مليون مره ممثله جباره ووايد اختلفت وصار عندها ثراء من ناحيه الاداء ومتنوعه جدا، لكن لا تروح صوب الكوميديا لان اثبتت لي في مسلسل رومانه ما عندها طاقه كوميديه وهذا معيب. اوكي، لانه مو في كل مكان يكون فيه فنان يكون ناجح. خالد البريتشي حاول من ناحية الكوميديا وحل مكان طارق العلي في مسلسل سوق المقاصيص مع عبد الحسين عبد الرضا وأثبت أنه متصنع مو كوميدي أبداً.